حنا التنسيقيه ديال دوار القرعه، حنا كنا كنخرجوا مع حركه 20 فبراير كافراد، ولكن هذه الذكرى السابعه ملي جات لقاتنا كوننا واحد التنسيقيه اللي سميتها تنسيقيه دوار القرعه. هذه التنسيقيه هي تنسيقيه ديال واحد الحي صفيحي اللي هو حي صفيحي في يعقوب منصور بمدينه الرباط. حنا جا واحد القرار اللي كنعتبروه تعسفي، كقرار متسم بالشطر في استعمال السلطه، بل هو جريمه ضد الانسانيه اللي قاضي بالترحيل ديالنا من مدينه الرباط، مسقط الراس ديالنا ومسقط الراس ديال الاجداد ديالنا الى خارج مدينه، الى خارج المجال الحضري مدينه الرباط، خارج المجال الحضري ديال مدينه الرباط. حنا جينا هنا في هذه الذكرى هذه. شكون رحلكم؟ هذا القرار اداري جات من عند وزاره الاسكان، القرار ديال الاداره المكلفه باعاده ايواء سكان الصفيح، بغاو يرحلونا من المدينه ديالنا اللي كنعتبروها الامتداد الحضري ديالنا والامتداد الثقافي والجذور والهويه، المكان اللي ارتبطنا مرتبطين به كانسان، بغاو يرحلونا منه. حنا هذا القرار كنقولوا ليه لا والف لا. واليوم في الذكرى السابعه ديال حركه 20 فبراير خرجنا كتنسيقيه باش نقولوا في هذه الذكرى هذه ونوصلوا الصوت ديالنا بان حنا هذا القرار راه رافضينه، وعندنا حلول وعندنا اقتراحات اخرى. كاين بغينا حنا الحوار، كاينين حلول المعقوله يمكن نلقاوها على طاوله الحوار. كيقول لنا بالفعل استاذ، درنا جوج ديال الحوارات مع الوالي. الحوار الاول والي الرباط سي مهديه، درنا معاه جوج ديال الحوارات. الحوار الثاني حضروا فيه جوج ديال البرلمانيين، البرلماني السيد عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار، والسي عبد اللطيف بن يعقوب من حزب العداله والتنميه. وامام هذه البرلمانيين بجوج اتفقنا على شي نقاط، ومن النقاط اللي اتفقنا عليها ووعد الوالي باش نديرها وهي نشر لوائح المستفيدين. دابا الان المده ديال البدايه ديال العمليه ديال عمليه الاحصاء، عمليه اعاده الايواء راها بدات فاتح نوفمبر، وحنا لازلنا ننتظر نشر لوائح المستفيدين، لان كانوا كيقولوا الشفافيه والوضوح التام وينجح هذا المشروع هذا، خاص البدايه تكون يبينوا لنا حسن النيه ويديروا لنا لوائح المستفيدين. انتم مازال كتحتجوا باختصار شنو؟ كنحتجوا حنا ان احتجاجات يوميه في الحومه ديالنا، والمطلب ديالنا هما ينزلوا معنا للحوار ويعطيونا حلول معقوله. بحال الحلول المعقوله مثلا كيبغيو يهجرونا بدل التهجير. شنو هي الحلول مثلا؟ الحلول المعقوله هناك وعاء قاري مثلا في الرباط، كاين مثلا المنطقه المحاديه للحزام الاخضر، هذه المنطقه بعدا راه كانت مخصصه لايواء اعاده ايواء سكان دوار القرعه. كان ديجا واحد البروغرام، واحد المشروع باش يسكنوا فيه دوار القرعه، ولكن اللوبيات ديال العقار بغاو حنا يحيدونا من مدينه الرباط. حنا كما كنقولوا دائما المرجعيه ديالنا هي جلاله الخطابه ديال جلاله الملك. الملك كيقول الديمقراطيه التشاركيه، هما كيسدوا علينا باب الحوار. الملك كيقول الانسان في صلب عمليه التنميه، اللي خصو يخرج من المدينه ماشي هو الانسان، اللي خصو يخرج من المدينه هما التكنات العسكريه، المجمعات السكنيه، الاحياء الصناعيه. حنا المكان الطبيعي ديالنا هو وسط المدينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وما تنساوش ديروا جيم للصفحه ديالنا على الفيسبوك باش توصلوا بكل جديد.